ايضا نحن ايها الموظفين في كل مكان والاخوات في البيوت والاخوات الذين اضطروا للعمل او غير ذلك، القضيه ان نريد ان نتواصل وان نتكافل. لماذا؟ لاننا سوف نسال يوم القيامه ماذا قدمتم لديننا؟ هل فرقنا الامه؟ هل شتتنا الامه؟ هل اخذتنا المذاهب والاعراف؟ هل ضيعتنا العرقيات؟ الاسلام والامه تريد منا ان نكون قلبا واحدا. ولذلك لو استقرأت أنت جزءا في التاريخ تجد أن الأمة في حالة النهضة، وأنا أراها الآن في حالة من اليقظة بفضل الله عز وجل. ما تجمعكم هذا إلا صورة من صور النهضة. بارك الله في كل يد جمعت هؤلاء جميعا في هذا المكان، بارك الله فيه، وفي كل يد تبني في هذا الوطن وتصنع خيرا لهذه الأمة وتفتح باب أمل لأن يتواصل الناس بعضهم مع بعض حتى نزيل التراب الذي ران علينا. ديننا لا خوف عليه لأنه محفوظ من قبل الله، الخوف علينا نحن. ماذا قدمنا أو ماذا سوف نقدم لديننا؟ أنا أعطي في نهاية المحاضرة عدة نقاط محددة، خذوها واجبا، افعلوا به وعلقوه في رقبتكم أو أعلقه أنا أمانة في أعناقكم حتى نستقيم على طريق الله. أولا، لا يتعالم أحدنا على الآخر، لا داعي لأن يتعالم إنسان على إنسان أيا كان. لا يكفر بعضنا بعضا، لا يفسق بعضنا بعضا، لا يكن بعضنا عيونا وجواسيس على الآخر أو على البعض حتى يفضح ستره. قال صلى الله عليه وسلم: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. أحد القضاة في زمن التابعين في دمشق جاءته امرأة تشكو، فلما قال لها صعدي صعدت على المنصة أعزكم الله أحدثت صوتا ينقض الوضوء. هذا أمر قد يحدث من أي إنسان. فشعرت المرأة العربية بحرج شديد، فقال القاضي لها: ما اسمك؟ قالت: اسمي فلانة. قال: ما سمعت، ارفعي صوتك. قالت: اسمي فلانة. قال: ارفعي صوتك اكثر، 4-5 مرات حتى يقنعها انه اصم ما سمع الذي خرج منها. هذا ادب عالي من قاضي فاهم القضيه لكي لا يحرج بعضنا بعض. ولذلك حتى في البيت، سبحان الله، في البيت يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيته فجاه ان يعلم اهل البيت انه جاي. ربما الزوجة فيها صراع بينها وبين بنتها، بينها وبين أختها، بينها وبين أولادها في المذاكرة والواجبات، تدخل أنت في أسوأ اللحظات وأنت منذ لحظات تركت الزميلة الموظفة وهي تودعك: مع السلامة يا أستاذ فلان، استدعوكم الله يا سيدي. يا سلام يا أخي، يا أخي ما شاء الله، سبحان الله. الثاني: يا سلام يا سعد، أنت بإما هنا بحية مفشوحون أصلا. لا إله إلا الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حول ولا قدر. الله يرضى عن أبي ذر، سبحان الله، لما سمع الرسول يقول: وشربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله أجر. أبو ذر رجع البيت أخذ قصب الماء يقول: اشربي. أنا لا أريد، ولا أقسم، أخذت أجرا عند الله. من 30 سنة أنا أقول للإخوة في المسجد في درس: يا أخي ارجع البيت لو بينك وبين زوجتك مشكلة، يعني كده يا رب تعالى اعطيك ماء كده زي ابو ذر، يعني سبحان الله. واحد قاعد في اول صف يقول: يا شيخ عمر. يا اخي يعني قال لي: يا استاذ ما تخليش النساء يتمردوا علينا، خليهم كده ساكتين. لا حول ولا قوه. المهم الراجل يبدو اقتنع، رجع البيت فاشربي. قال: يا سيدنا الشيخ لقيتها وضعت ايدها على جبهتي. انت سخن، عندك حراره، انت مريض. ما رأت منه كلمة خير قط، فتعجبت. الرجل في حالة طبيعية، عايز طبيب، عايز يروح مستشفى الأمراض النفسية يعالج الأطباء، شوفوا إيه حالته اللي وصلت حتى الهستيريا أن يرق معي في الكلام. هذا أمر صعب. هذا الذي أقول، لابد أن تكون الأمة الواحدة تبدأ من البيت، من الداخل. إن لم أطبع علاقاتي مع زوجتي وأولادي وبناتي وأطبعها مع جاري ومع زميلي في العمل، عندئذ لا أستطيع أن أطبع مع الآخر. ولا أستطيع أن يسع قلبي الآخر. ثم لا ننكر أن الأمة تمر بحالة تخلف شديد في شتى القطاعات دائما، حتى في مباراة كرة القدم
يطلع الراجل المسؤول عن الفريق القومي يقول وكفانا التمثيل المشرف، تمثيل مشرف يا عم انت يقول لك اصل احنا صحيح هزمنا 7-0 لكن هي متقدم قدرا الاخبار واتصف ضدنا قدر انت جايب شويه معوقين على منخنقه على منقوده وواقف دلوقتي في الحارس الواد عنده انيميا وفقر دم سبحان الله وانا شايف الكوره عنده ضعف في النظر زي حالاتي ما ينفعش سبحان الله فبالتالي حتى في اللعب حتى اللعب الاخر له قانون لا حول ولا قوه الا بالله فالقضيه ان احنا فعلا متخلفين طيب ماذا نصنع؟ تعرف الغير ماذا يقول علينا؟ والله نحضر مؤتمرات ويؤلمنا ان يقول انتم صحيح تصدروا لنا بعضا من البترول وكثيرا من الارهاب لكن نحن لا نصدر الارهاب ولا نعرف الارهاب الارهاب هم الارهابيون هم الذين يحتلون ارض الغير هل ذهب سوريا في القرن الماضي واحتلت باريس ام ان العكس هو الذي حدث هل ذهبت مصر واحتلت انجلترا ام ان العكس هل ذهبت ليبيا واحتلت ايطاليا هل ذهبت الجزائر واحتلت فرنسا والله ابدا سبحان الله لا نعرف لا احنا لما ذهبنا الى الاندلس نشرنا الحضاره ونشرنا العلم كان في الاندلس 1000 حمام عام يعني اللي يدخل يغتسل فيه الصابون والمناشف والمياه النظيفه النقيه الساخنه والبارده وفي اللي يعمله سبحان الله الوقف الاسلامي كان عجيب كان من ضمن الوقف الاسلامي ايناس المريض المريض يذهب بناس تقول قصص للامل ويقف بعيد عن المريض في المستشفى العام ويقص القصه سبحان الله فيستشعر المريض الامل الناس توقف اموال على هذا لدرجه انا اقرا في الوقف تاريخ الوقف الاسلامي وقف الزبادي وقف الزبادي كان يجيب اواني الفخار اللي بيعمل فيها الزبادي واحد يوقف حجره مليئه باواني الفخار الخادم ياخذ يشتري الزبادي فربما تكسر الانيه اللي في يده فيذهب قبل ان يؤنبه صاحب البيت او الذي يعمل عنده يذهب الى بيت المال ياخذ بدلا منها حتى يحافظ الناس على ارزاق الناس هذا هو احساس المسلمين سبحان الله العظيم هذا هو يعني هذه رحمه الاسلام بالناس ورحمه الدين بالناس امه هذا ميراثها هل هذا وضعها؟ هل يعجبنا وضعنا؟ هل نحن شرفنا ديننا؟ اذا وقفنا بين يدي رب العباد ماذا قدمتم لديني؟ ماذا صنعتم؟ ماذا صنعتم للقيم والمبادئ التي نحن بفضل الله لو طبقناها لكنا سادة الدنيا؟ سبحان الله يعني ال- 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 الأمر يصل مع سيدنا سعد بن أبي وقاص أن لما لم تكفي المراكب والعبور على الطرف الآخر في معركة القادسية سبحان الله سار فوق الماء بخيول المسلمين حتى عبروا الطريق الاخر او الشط الاخر وما ابتلت حوافر خيولهم لانهم توكلوا على الله حق التوكل. القضيه سبحان الله ان نحن نريد يعني قلوبا مواره بالايمان، بحقيقه الايمان، ليس بمظاهر الايمان، صلاتك بينك وبين ربك، زكاتك بينك وبين ربك، حجك لكن ماذا كسبت انا من صلاتك؟ ماذا كسبت انا من حجك؟ من لم تنهض صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا خير فيها. اذا المساله تريد اعاده الصياغه فهذه واجبات محدده اسالوا انفسكم سؤالين. هل شرفنا ديننا؟ السؤال الثاني ماذا سوف نقدم ان كان في الاجر بقيه؟ هذان السؤالان لكي نكون فعلا امه واحده. احبتي في الله كونوا حريصين على هذا الأمن أنتم مسؤولون جميعا عن الأمن بين الجار وجاره والمسلم وغير المسلم والنصراني واليهودي والمذاهب المختلفة والعرقيات المختلفة طالما أننا نحيا فوق أرض واحدة ثم بعد ذلك ماذا صنعنا نحن بديننا وبأوطاننا إن الله سوف يسألنا والله إن الأوطان غالية أما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر من مكة وتبكي عيناه ويقول والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت وإنك لأحب بلاد الله إلي ولما فتحها تركها وعاد مرة أخرى إلى المدينة لأنه لم تصبح له وطن لأنه عبارة عن قلب يسعى الأوطان كلها صلى الله عليه وسلم الأمن نعمة الأمن هو أكبر نعمة يعيشها الإنسان من أمسى آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ونحن ندعو الناس
الى الهدايه بعد ان ندعو انفسنا الى ان يهدينا رب العباد سبحانه وتعالى. احبتي في الله، القوه دائما في امتنا وهي امه واحده. الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قد اكون قد اطلت عليكم كثيرا، لكن جزاكم الله خيرا على تجشمكم، يعني تعب وعناء الحضور الى هذه القاعه، ولكن بازدحامنا هكذا كاني ارى الملائكه تحيط بنا وكانها تعلونا الى الملأ الاعلى ان شاء الله رب العالمين. ثم يذكرنا الله عز وجل في ملأ خير من هذا الملأ. ثم بعد ذلك اقول ان هذه القاعه حضرتها الملائكه الذين لم نرهم، ومن هم خير من الملائكة وهم الذين أراهم الآن، فمن غلب خيره شرا صار عند الله أفضل من الملائكة. كونوا دائما خيرا من الملائكة حتى يباهي بكم رب العباد سبحانه وتعالى ملائكته. اللهم إني أسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن ترزق أهلها رزقا وافرا وفيا حلالا يا رب العالمين، وأن تنزل عليها رحماتك يا أرحم الراحمين، وأن تفرج عنها وعن مجتمعات المسلمين كل مكروه وسوء، وأن تجعلنا جميعا على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا إلا هديته. من أراد بنا سوءا فاجعل اللهم تدميره في تدبيره يا رب العالمين، وارد اللهم سوءه إليه يا أكرم الأكرمين، وتوفنا على ملة الإسلام ودين التوحيد يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، إن كنتم قد وجدتم يعني ما كنتم تنتظرونه رغم هذا الازدحام، فأنا وأنتم نحمد الله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم ترغبون فيه فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.